أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب أو العدوان على غزة بعد مضي 34 يوما على إطلاق عملية طوفان الأقصى، إذ يواصل الاحتلال عدوانه بغاراته الوحشية على المدنيين وبعملياته العسكرية بقطاع غزة، في حين كبدته قوى المقاومة خسائر فادحة، هذا فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي مني بها ويمنى في وقت يزداد فيه رفض الشعب عالميا لاستمرار المجازر في غزة، وكذلك للتنديد بعدم إيقاف هذه الحرب وهذا العدوان. نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر أزوم المستشار في مجال حقوق الإنسان دكتور رياض صبح. حياكم الله دكتور رياض معنا. يا هلا بك سيدي. ونرحب أيضا عبر سكايب بالخبير والباحث الاقتصادي دكتور صباح اللو. مرحبا بكم أستاذ صباح معنا. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. سينضم إلينا أيضا مشاهدي الكرام ضيوف آخرون. فاصلونا نبدأ. أهلا بكم إذا مجددا مشاهدينا الكرام، وأيضا نرحب بضيفنا الذي انضم إلينا الآن من القدس دكتور خليل العسلي عبر الهاتف من القدس، الكاتب والباحث الفلسطيني. حياكم الله دكتور خليل. طيب سينضم إلينا بعد قليل. إذا دكتور صباح علو، حتى الآن حياكم الله 6 مليارات دولار هي مقدار العجز في موازنة حكومة نتنياهو حسب ما هو معلن، إلى أي مدى برأيكم دكتور صباح ضمن هذه الأرقام يعاني الاحتلال اقتصاديا في أثناء تقريبا أكثر من شهر من عدوانه على غزة؟ حقيقة العدوان على غزة في اعتقادي سيكون مكلفا ليس فقط لإسرائيل وإنما لإقليميا ودوليا أيضا سيعاني فيما إذا استمرت الحرب لفترة شهر آخر أو شهرين أو سنة. هذا قد يكون أولا يعطي مؤشرات خطيرة جدا لتوسع الحرب، احتمال دخول أطراف أخرى تؤدي إلى زيادة التكاليف والتكلفة على إسرائيل بالدرجة الأساسية. لذلك نلاحظ أن الوضع الاقتصادي لإسرائيل بعد شهر من الحرب والعدوان على غزة حقيقة تكلفته ستكون كبيرة جدا، ليس فقط في جانب المال وإنما في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلاقات الدولية أيضا، وحتى الأهداف التي كان يرسمها الكيان الإسرائيلي في المنطقة للسنوات القادمة أصبحت في اعتقادي تحتاج إلى مراجعات كبيرة جدا. وبنفس الوقت أن الاقتصاد الذي يعتبر هو العمود الأساسي للتمويل للحروب، نلاحظ أن خلال فترة الأسابيع الأولى من الحرب سببت خسائر كبيرة جدا، ونفقات الحرب كانت في اليوم الواحد في الأسبوع الأول من الحرب تكلفة اليوم الواحد بحدود حوالي 250 مليون دولار، وهذا ازداد بشكل أكبر حتى في بعد نهاية هذا الشهر الذي نلاحظ ارتباك كبير جدا في الواقع المالي والاقتصادي، والدليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية وضغطها على أوروبا العمل على الإسراع في مساعدة المساعدة المالية والاقتصادية والعسكرية للكيان الإسرائيلي. وهذا يعطينا مؤشر أن الضغوط العالية التي تمارس على الاقتصادات الأمريكية وكذلك أيضا الأوروبية في مسألة سنة ونصف من الحرب في أوكرانيا ودعم أوكرانيا استنزف كثيرا، سيسبب مشاكل خطيرة جدا
للعالم وكذلك أيضا للمنطقة إقليميا وإسرائيل بالدرجة الأساسية. بخصوص الكيان الصهيوني، كيف تستشرف مستقبل الاقتصاد القريب من جراء هذه النتائج الآن؟ حقيقة العجز في الموازنة للعام الجاري كان بحدود 1.5% من الموازنة. أما بعد الحرب حاليا واستمرار العدوان اللاحق ازداد بشكل كبير إلى 6 مليار، وقد في نهاية العام يزداد إلى الضعف إلى 12 مليار دولار العجز الذي ممكن أن يصيب الموازنة للكيان الإسرائيلي. هناك خسائر أخرى قد تكون غير منظورة بشكل أو بآخر، عندما أستدعي 360 ألف من جنود الاحتياط وهم مرتبطين بعمالة ومرتبطين بوظائف. هذا ربما سنكمل إن سمحت لي دكتور صباح الله، وسنكمل بعد قليل أيضا في هذه التفاصيل. مشاهدينا الكرام، هذه وقفة قصيرة ثم نعود لنواصل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب على غزة وعملية طوفان الأقصى. إذن نرحب بضيفنا عبر الهاتف من القدس الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور خليل العسلي. مرحبا بكم دكتور خليل. دكتور خليل العسلي. نعم سامعك. أهلا بك. إذن 34 يوما حتى الآن على هذه الحرب الصهيونية والعدوان على غزة، إلى أي مدى برأيكم أخفق الاحتلال ومعه طبعا أمريكا ومن يدعمه من الغرب باستغلال الأحداث التي جرت ربما بطريقة مماثلة لما جرى وحصل في يوم 11 من سبتمبر أيلول؟ هناك من يحاول أن يشبه ما حدث في 7 من أكتوبر داخل إسرائيل بما حدث في 11 من سبتمبر أيلول، ولكن الوضع هنا مختلف بالنسبة لإسرائيل. نعم، يوما أسودا في تاريخها لعدة أسباب. أولا أنها تفاجأت، ثانيا أنه كشف عن عمق الأزمة التي تعيشها إسرائيل بما في ذلك المنظومة الأمنية فيها. لذلك فإن الرد الإسرائيلي جاء ردا انتقاميا ليس إلا. حتى هذه اللحظة لم تحدد إسرائيل ماذا تريد من هذه الحملة أو من هذا الحرب أو من ذلك الاعتداء. هل تريد القضاء على حماس؟ هل تريد السيطرة على قطاع غزة؟ هل تريد خلق نظام جديد في المنطقة؟ حتى هم لا يعرفون ماذا يريدون. ما يريدونه حاليا هو الانتقام، والانتقام وحشية، ليس ضد مقاتلي حماس لأنهم يعرفون أن مقاتلي حماس مستعدين لهذه المواجهة، ولكن يريدون أن يبثوا حالة من الرعب في المنطقة، وكأنهم يقولون أن انظروا ماذا يحدث في قطاع غزة، سوف يحدث عندكم في بيروت وسوف يحدث في أي مكان آخر إذا قررتم مواجهتنا ومواجهة القدرة الإسرائيلية العسكرية. أي أن إسرائيل تبحث من خلال هذا الهجوم الوحشي على ما يسمى بالردع الإسرائيلي الذي قضت عليه حماس وأظهرت أنه فارغ من الداخل، هو مجرد فقط شعارات وما إلى ذلك. الشيء الآخر الذي نجح الهجوم الذي قامت به حركة حماس داخل إسرائيل هو أنها قطعت ما يسمى بالتطبيع مع الدول العربية، لدرجة أن إسرائيل بدأت الآن تتخبط هي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي سارعت
إلى إسناد إسرائيل في محاولة لعدم انهيارها من الداخل. يجب القول هنا بأن المجتمع الإسرائيلي أصلاً قبل هذه الحرب كان منهاراً من الداخل. الآن حقيقة هناك شعور بعدم الأمان لدى الإسرائيليين في كل مكان، هذا ما نقرأه في صحفهم، وهذا ما نسمعه في وسائل إعلامهم، وهذا ما نشاهده في الشارع. الآن إسرائيل أصبحت عبارة عن غابة من الأسلحة بحثاً عن الأمان المفقود. نعم، من هنا نرحب أيضا بأستاذ رياض صبح، مستشار في مجال حقوق الإنسان من عمان. نرحب بك مجددا أستاذ رياض، حياكم الله. أهلا بك. لنتحدث أستاذ رياض عن هذه الوحشية التي تفضل بذكرها دكتور خليل قبل قليل، وحشية الاحتلال بالرد على المقاومة الفلسطينية، وأيضا لا سيما ضد المدنيين الأبرياء. هذه الوحشية إلى أي مدى باتت يعني برأيكم تفقد الاحتلال تأييد الرأي العام حتى الغربي، وتحمل الاحتلال بذلك من جراء ذلك المسؤولية القانونية والعسكرية وحتى السياسية عما حصل ويحصل الآن؟ شكرا لك. يعني إذا أردنا الانطلاق من القانون الدولي وتكييف ما فعلته الكيان من أفعال إجرامية، فأي يعني مختص قانوني يدرك تماما وحتى سياسي أن ما قامت به هو موضع إدانة، وهو يرتقي إلى ما هو أكثر من انتهاكات حقوق الإنسان، إلى ما يسمى بجرائم دولية خلافا للنظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية. بمعنى جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. فمثلا لو يعني عندما يعني هناك يستخدم كلمات او اوصاف البعض يعتقد انه هي ليست وصفا قانونيا وانما هو وصف سياسي، عندما نقول اباده جماعيه فهو تعني فعل يرتكب بقصد اهلاك جماعه قوميه او اثنيه او عرقيه او دينيه. هذا التعريف. هذه الصفه استهلاكا كاملا او جزئيا. وطبعا هنالك افعال كثيره يقوم بها الاحتلال من هذا الامر، منها مثلا إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلي أو جزئي، وهذا موجود من خلال الحصار، منع الدخول المساعدات، بالإضافة إلى عملية القصف. أيضا الجرائم ضد الإنسانية وهذه واضحة، الجرائم ضد الإنسانية هناك في قتل عمد، في توجيه من قبل الكيان إلى الشعب الفلسطيني لإبعاده أو نقله خارج أراضيه، وأيضا اضطهاد هذا الشعب على اعتبار قومي، على اعتبار أن هؤلاء وديني، على اعتبار أن هؤلاء ليسوا يهودا بالمعنى القومي وبالمعنى أيضا الديني. نعم. جرائم الفصل العنصري موجودة وغيرها. طيب. الآن إذا المسألة لا تحتاج إلى خبير قانوني لكي يصف ما قامت تخالف مبادئ حقوق الإنسان بوضوح. نعم. عفوا، يعني واضحة، هي تخالف مبادئ حقوق الإنسان بكل وضوح. نعم. وأكثر من مبادئ حقوق الإنسان، علينا أن مبادئ حقوق الإنسان تتحدث عن أوضاع السلم عموما. ما يجري هو يوصف بأنه جريمة حرب بالقانون الدولي وليس انتهاكا لحقوق الإنسان. بمعنى هو خلافا للمبادئ والقواعد في نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية. نعم. لكن سألتني عن الرأي العام. طيب، ما أثر ذلك على الرأي العام الغربي؟ أنا بعتقد إنه انعكاس ذلك في الغرب انعكاس باتجاه معين. الدول كأنظمة وقفت إلى جانب الكيان المحتل في البداية، خاصة في الفترة الأولى، على اعتبار إنه حماس بنظرهم هي من بدأت، واعتبار أن نقطة الصفر بدأت من فعل 7 أكتوبر وليس من قبل 75 سنة. طيب، مع ذلك، ولكن حتى هذا لو سلمنا به، هذا لا يتناسب مع ردة الفعل التي تقوم بها الكيان. أكثر من 10,000 شهيد، 10,500، نتكلم أن جلهم مدنيين، و70% أطفال ونساء. قصف الأماكن المدنية وبالقانون الدولي في نظام روما الأساسي يعتبر ذلك جريمة واضحة. وبالمناسبة ما يتم من عمليات قصف ليس، أنا أتحفظ على استخدام أنه عشوائي، لأن أنا بعتبر ما تقوم به إسرائيل هو ليس عشوائي وإنما موجه. مقصود اللي عنده أسلحة يفترض تقنيتها قادرة على تحديد الأهداف والتصويب باتجاهها، وتقصف هذه الكمية الكبيرة من المبادئ السكنية، من المستشفيات،
من المساجد، من الكنائس، من الامبالانسات إلى آخره، حتى معبر رفح. كل هذا الأفعال اللي بتقوم فيها إسرائيل هي جرائم واضحة لا تحتاج إلى وصف آخر. لكن أنا أقول أنه بدأ المجتمع الغربي نوعا ما كأنظمة حكومات شوية تراخى بموقف الداعم تجاه إسرائيل بسبب هذه الانتهاكات الكبيرة. على الأقل بدأوا بالإعلام يتكلموا، وحتى المسؤولين الأمريكان وبعض الدول الأوروبية على ضرورة وقف هدن إنسانية، يعني تردد في مسألة وقف إطلاق النار من دولتنا الأخرى، ولكن على الأقل يجري الحديث هنا أو هناك، لأنه قضية بالنسبة لهم الرهائن أو الأسرى قضية يعني ملحة لديهم. ولكن لاحظ الشارع، أنا هنا يعني أردت أن أعمل هذه المقدمة حتى أنتقل إلى الشارع في الدول الغربية. أنا بعتقد في تحول ليس بقليل. لم تخرج هذه المظاهرات ربما من عام 2003 أيام احتلال العراق أو الهجوم على العراق واحتلاله. اثنين، أنه واضح أن تلك المجتمعات بدأت تشعر أن القضية أن أنظمتها لماذا هذا الإصرار على دعم إسرائيل؟ لماذا هذا الإصرار؟ ربما يعني لسرعة ما يصل يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي الآن في ظل هذه التكنولوجيا، على الرغم طبعا من التضييق على هذه الوسائل، لكنها تصل. ولذلك هذا أصبح لديهم تساؤل، يعني حتى في داخل بعض المجتمعات الغربية ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك آراء تتحدث من مواطنين إنه أنا علينا أن نتحرر، بل ويعتبروا ما قام به المقاومة هم يساعدوننا في التحرر من هذه السلطات في دولنا التي ترتهن بصالح الصهيونية. يعني ليس معقول أنا كدافع ضرائب أمريكي أو أوروبي أن يكون دعمي بهذا الشكل، مش فقط عاطفيا ودبلوماسيا وسياسيا، وأيضا بالأمور المالية، هذه أموال لتلك الشعوب. فأنا بعتقد أن الرأي العام انعكاس ما يجري الآن، هو الرأي يؤدي لأن الرأي العام الغربي أنه سيساهم في عملية إشكالية ما بين شعوبه وما بين السلطة. إلى أين ستقود لا أعلم، هذا الشيء ربما يحتاج إلى تصورات مستقبلية أكثر، ولكن أعتقد سيكون هناك إعادة محاسبة كبيرة من قبل تلك الشعوب لتلك الأنظمة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. طيب دكتور صباح علو، يعني إذا تحدثنا عن بنود الاتفاق الحكومي الرئيسة وعني في الداخل الصهيوني، برأيكم هل ستتمكن وزارة المالية للاحتلال بتقديركم من ضمان دفع رواتب الجنود للاحتياط في الجيش، وهم بحسب ما يرد أعداد كبيرة الآن يعني دعيت من جنود الاحتياط؟ أيضا هناك إيواء نحو 90,000 شخص أجلوا إلى الفنادق من جراء ضربات المقاومة. ضمن هل ستتمكن يعني مالية الاحتلال ضمن الميزانية من إنفاق كل هذه التكاليف برأيكم؟ حقيقة ما يعيشه الكيان الإسرائيلي طيلة فترة 33 يوما من الحرب وعملية الاستنزاف المالي والاقتصادي سيشكل، إذا ما حصلت أي شكل من أشكال التوسع للحرب، كان يكون هناك في من لبنان جنوب لبنان وكذلك أيضا سوريا أو في مناطق أخرى، بصراحة هناك أكثر من سيناريو قادم ينذر بأن الاقتصاد الإسرائيلي سيتراجع بشكل خطير جدا، وقد تصل المالية، وهذا ما صرح به كثيرا من الاقتصاديين والمتابعين للوضع الاقتصادي في إسرائيل، أن هناك عملية استنزاف كبيرة جدا، ليس فقط ماليا وإنما تأثيره على الإنتاج الإجمالي المحلي الذي يتراجع، النمو الاقتصادي في السنة القادمة قد يتراجع إذا ما استمرت الحرب، والعجز الذي قد يصيب الموازنات القادمة 24-25، البطالة التي تقدر بحدود حوالي 760,000 من القوى العاملة اللي تشكل 18% من القوى الفاعلة العاملة في داخل إسرائيل، كما عملية تسريح مئات من وآلاف من العمال المختلفين ووظائفهم بسبب عملية الاستدعاء من جهة،
وبنفس الوقت أن التراجع في عمليات التبادل التجاري، عمليات الترفيه والسياحة وغيرها، عمليات النقل. لذلك نلاحظ العاطلون، نعتبر 360 ألف جندي من الاحتياط هم أصبحوا عالة على الواقع المالي لخروجهم من العمل، أي بمعنى أنه خروجهم من الإنتاج، وهذا سيشكل في السنة القادمة بشكل واضح المعالم لركاكة الاقتصاد وعجزه، رغم الدعم المالي الذي يقدم من أمريكا وأوروبا وغيرها. كما تفضلت دكتور صباح، كلما زاد أمد هذه الحرب وتوسعت أيضا من أطراف أخرى، ربما ستزيد تكاليف أيضا وترهق مالية الاحتلال. بالتأكيد هناك أيضا انعكاسات على الواقع الاقتصادي الدولي، يعني احتمالات كبيرة أن تطال الحرب حقول إنتاج الغاز الإسرائيلي الذي يصدر إلى أوروبا، من المحتمل، وهذا سيشكل خطورة كبيرة في عجز عملية الاستمرار في تزويد الطاقة خصوصا لأوروبا، وهذه أضعف ما تعيشه أوروبا اقترابا بالشتاء القادم إذا ما حصلت ضعف في الإمدادات وارتفاع أسعار النفط التي قد تتجاوز فوق $100، سيؤدي ذلك إلى حالة اقتصادية خطيرة جدا للعالم أجمع وبالذات أوروبا، واستنزاف لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. وإضافة إلى، من المحتمل أيضا أن هناك نقص في عملية الدعم لأوكرانيا، وهذا سيخدم بصراحة روسيا في سياستها في داخل أوكرانيا وعمليات تنشيط إنتاج الطاقة وعمليات التصدير والاستيراد والاستهلاك للدول. سأعود إليك أيضا دكتور صباح. أيضا نرحب بضيفنا من عمان هاتفيا ربحي حلوم، رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج. مرحبا بكم أستاذ ربحي معنا. أهلا بك أخي الكريم. أهلا بك، حياكم الله أستاذ ربحي. مع أعلان المقاومة الفلسطينية الآن تكبيد الاحتلال، يعني خسائر كبيرة، وحتى محاولة الصهاينة قطع غزة نصفين والتمركز في مناطق الوسط، ألا يبدو برأيكم وبتقديركم، ألا يبدو الاحتلال الآن في ورطة سياسية قبل أن يكون في ورطة عسكرية أمام مواطنيه، بل وحتى أمام داعميه الغربيين؟ أخي، طبيعة الأمور تقول أن صاحب الأرض المنزرع على الأرض يملك من القوة ما لا تملكه الآلات والأسلحة التي تحاول، إلا إذا يعني انتقل إلى رحمة ربه وغادر أرضه. وبالتالي الاحتلال الآن لم يبقى أمامه على ضوء الارتباك الذي ألم به نتيجة العملية المفاجئة، العملية البطولية يوم 7 أكتوبر الماضي، وما تبعها حتى اليوم. هذا الصمود الذي نسمعه ونشاهده ونحن على مسافة منه، لكن هذا الصمود يؤكد أن هذا الاحتلال هو في أكثر من ورطة، وبالتالي لا يملك إلا الدمار في قطاع غزة، دمار الأبنية، تسويتها بالأرض، ظنا من أنه سيقضي على إرادة هذا الشعب. الإرادة هي ليست جسما ولا آلة ولا مبنى، الإرادة منجرعة في صدور الناس وعقولهم. عقول ما لا تستطيع أن تقضي على الإرادة، تستطيع أن تقضي على البشر لكنك لا تستطيع أن تقضي على الإرادة. وبالتالي هؤلاء الذين لا يملكون إلا إرادتهم ويعني ورضا ربهم وتعلقهم وانتمائهم لهذا الوطن الذي
يعني نشأوا عليه منذ آلاف السنين، وبالتالي هي أقوى من كل المحاولات التي يلجأ هذا الاحتلال المتغطرس إلى استعمالها من أسلحة ودمار شامل و يعني قصف همجي على قطاع غزة. أنا موقن أن هؤلاء الأطفال الذين يحاولوا إبادتهم جماعيا يعني مديرا ظهره إلى كل الرأي العام العالمي وكل التشريعات والأعراف الدولية، نعم، لن يكون بوسعه القضاء على إرادة هؤلاء الشباب والأطفال والرجال والنساء، فهم منجرعون على أرضهم. ومهما حاول من تقسيم القطاع إلى نصفين والتركيز على جهة من هذا من هذه الجهات ثم الانتقال إلى جهة أخرى في محاولة للتضليل، كل هذه الغطرسة لن تفيدهم في شيء، وسيبقى الغزي العربي الفلسطيني منجرعا في أرضه. ولكنني اسمح لي هنا أن أقول، تفضل باختصار أستاذ رحيم، آمل من أنظمتنا 22 دولة أن ترقى للمسؤولية التاريخية التي سوف يندمون كثيرا إذا بقوا صامتين إذا ما يجري أمام هذا العدوان المتغطرس. كنت أتمنى أن أستمع إلى موقف عربي واحد ارتقى إلى مستوى هذه المسؤولية ومواجهة ما يجري من عدوان ليس على الغزيين بل علينا كأمة عربية. وطننا العربي نتغنى به من محيطه إلى خليجه، لكننا لا نرى في البعض منا موقفا رجوليا يرقى إلى مستوى المسؤولية في مواجهة هذا العدوان. وسيصل وسيمتد هذا العدوان إلى خارج فلسطين، وهو والتاريخ يشهد على ذلك. نعم استاذ، لكن ولا تساعة مندم لأولئك الذين يتحدثون، ولا تساعة مندم. نعم، إذا استاذ رفحي حلوم أرجو أن تبقى وضيوف الكرام الآخرين بتفضل أن تبقوا بتفضل معنا بعد وقفة قصيرة وهذا التقرير المصور المقروء. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام من الرافدين ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب والعدوان على غزة ومعركة طوفان
الأقصى. أستاذ رياض صبح المستشار في حقوق الإنسان، الاحتلال يعني لطالما وصف نفسه بأنه دولة ديمقراطية فيها انتخابات وحتى فيها ضوابط وتوازنات فعالة، أين أضحت اليوم برأيكم اتفاقيات جنيف والقانون الدولي وسط هذه الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين في غزة، وترتكبها أيضا ميليشيات المستوطنين اليهود أيضا ضد فلسطيني الضفة الغربية والأراضي المحتلة الأخرى؟ أولا يعني أي حديث عن أي دولة في موضوع الديمقراطية ينبغي أن يكون مرتبط بتحديد مسألتين. الأولى هوية الدولة، يعني حدودها وهوية المواطنين. اثنين، لا تستقيم الديمقراطية والتمييز. هذه مسألة أن إسرائيل دولة ديمقراطية كلام لا معنى له، لأنه إذا أنت بتعتبر نفسك أن هذه الديمقراطية يجب أن تنطبق على الجميع، وتعتبر أن فلسطين التاريخية من وجهة نظرك كصهيوني تعتبرها جزءا من أرضك، طبعا وهذا طبعا كلام غير صحيح، فأنت إذن بنفس الوقت تمارس التمييز على قومية معينة اللي هم الفلسطينيين ببساطة، وبالتالي أنت عامل فقط ديمقراطي لنص هذا الدولة المزعومة. أما إذا كان أنت تعتبر أن هؤلاء ليسوا مواطنين في هذا المفهوم للدولة اللي أنت بتدعيها، بالتالي أنت تعترف أنك محتل. نعم. فعمليا إسرائيل التناقض واضح بأنه هي ليست دولة ديمقراطية لأنه فيها نظام فصل عنصري. الإعلام الغربي المنحاز والمرتبط بالدوائر السياسية والصهيونية يحاول أن يركز على هذه المسألة. نعم. وهذا كلام ينبغي علينا نحن كعرب أن نوضحه بشكل تام. إذا كان المقصود بالإسرائيلي هو اليهودي بغض النظر عن نظرتنا إلى فلسطين التاريخية، فإذا أنت محتل لآخرين وأنت تمارس الفصل العنصري عليه. أنا بعتقد بدأ الغرب أكثر، أقصد كشعوب ومثقفون مثقفين بدأوا أكثر يدركون بأنه هذا الكلام ليس صحيح. هذا كيان حتى يعني كلمة هجين كثيرة عليه، في تناقضات بذور فنائه من داخله. فقصة أنها دولة ديمقراطية بمعنى أنه عندهم شوية وسائل إعلام بتخدم وجهة نظرهم الصهيونية، وفي عندهم انتخابات تخص فقط اليهود أو الصهاينة، ونوعا ما هيك لبعض العرب، مع هذا كلام فارغ، حتى عرب 48 ويمارس عليهم تقريبا حسب ما يقولهم نفسهم عرب 48 مختلف وصنوف التمييز العنصري تجاههم. فإذا عن أي ديمقراطي نتكلم؟ يعني كفى كذب أمام المجتمع الدولي. الدول الغربية اللي بتصنف نفسها ديمقراطية، التي نقول ألمانيا أو نقول الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو بريطانيا أو فرنسا، النموذج اللي بتطبقه ليس هو نفس النموذج في إسرائيل. بمعنى هنالك تخطوا قصة المواطن اللي تشمل كل من هو تحت هذا العقد الاجتماعي بغض النظر عن أصله أو دينه أو عرقه، رغم وجود بعض الإشكاليات هنا أو هناك أو قد تظهر، ولكن بالنهاية يعترف أنه مواطن. أنت هنا كإسرائيل بالنسبة لك إذا هؤلاء لا تعتبرهم مواطنون، فإذا أنت تحتلهم وتمارس القمع عليهم. فعلى الدول الغربية أن تقر بأن هذا احتلال وما ينتج عن الاحتلال مرفوض، وإذا أنت بتعتبرهم جزء من كيانك فإذا ما هذه الديمقراطية التي تقوم على التمييز العنصري؟ فأنا أعتقد كفى هذا الخطاب، علينا أن نشتغل علينا في العالم العربي على تفنيده بشكل واضح. يعني كفى إضحاك على العالم وتسخيف عقولهم بأنه هذا كيان ديمقراطي. نعم. بالعودة إلى الاقتصاد في الداخل الصهيوني، دكتور صباح، علّه
يعني هنا نتحدث البنك المركزي مثلا للاحتلال تحدث عن انخفاض للاحتياطيات الأجنبية هنا بمقدار 7 مليارات ونحو يعني 300 مليون دولار في خلال هذا الشهر فقط، وأنت تحدثت إذا طالت أمد الحرب وتوسعت ربما ستكون الخسائر أكبر. طيب ماذا عن الموارد الموجودة أيضا تحديدا استخراج النفط والغاز وتسويقهما أيضا دكتور صباح؟ هل تكفي برأيكم أمام هذه الحرب وربما توسعها؟ في اعتقادي الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بالدرجة الأساسية على بيع الغاز، التكنولوجيا المتطورة التي يدعمها الغرب وأمريكا بالدرجة الأساسية، أو بالأحرى الشركات الغربية العاملة استثمارياً في داخل إسرائيل، إضافة إلى استخدام العمالة الوافدة إليها من خارج حدودها اللي تعطيها إمكانية أيضاً في استمرارية تنامي الاقتصاد وجلب الإيرادات من الخارج. ولكن الخسائر التي عاشتها إسرائيل خلال هذا الشهر تنذر بأن تكلفة الحرب حتى نهاية العام إلى أكثر من 100 مليار دولار، بسبب أولاً تكاليف خسائر لعائدات الضرائب لجميع العاملين الموجودين حالياً في الجيش، نسبة كبيرة جداً منهم، إضافة إلى العاطلين، يعني فقط عائدات الضرائب تقدر بحدود 7.75 مليار دولار، إضافة إلى تكلفة التعويضات لغلاف غزة وكذلك أيضاً شمال إسرائيل والنازحين والذين تم نقلهم من الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى الداخل، تكاليف عالية جداً قدرت بحوالي 4.5 مليار دولار، إضافة إلى أن دائرة الإحصاء المركزي الإسرائيلية اللي أكدت أن قوى العمل العاملة حالياً تشكل عائق كبير جداً في زيادة البطالة، وخصوصاً إذا استمرت الحرب الأشهر القادمة، 3 أشهر القادمة أو بداية العام القادم، سيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة جداً في البطالة، مما يؤدي إلى الضغط الكبير جداً على الميزانية المالية التي لا تتمكن من عمليات الدعم. لو سمحت لي تفضل. في مسألة الديمقراطية في داخل إسرائيل أنا أتكلم منذ أكثر من 30 عاماً، ولغاية اليوم الديمقراطية بالعالم تتراجع بعد انهيار التوازن الدولي الذي حصل بانهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية سابقاً، واستفراد الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة العالم، تراجعت الديمقراطية بشكل كبير جداً، والدليل أن الغرب يتعامل بأكثر من مكيال في التعامل الدولي في القانون الدولي. يعني كيف هذه الحكومات شرعية في بريطانيا، في أمريكا، في غيرها، وهي تمارس كل أشكال القمع والخروج عن حقوق الإنسان؟ يعني المبدأ الجوهري لاتفاق العالم في الأمم المتحدة هو مبدأ حقوق الإنسان، وهو مبدأ ديمقراطي أساسي في كل دساتير العالم. نعم دكتور صباح، سأعود إليك أيضاً. فكيف أنت أردت القتل الجماعي وبنفس الوقت تريد أن تكون ديمقراطياً في داخل شعوبك؟ وهذا هو الذي وعته الشعوب الأوروبية حالياً من جراء العدوان على غزة، أدى إلى هذا التظاهر الكبير جداً، وسيتعمق في اعتقادي في السنوات القادمة سيكون أكثر في عمليات التغيير لطبيعة النظام الموجود والسائد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في هذه البلدان. بالفعل هناك ازدواجية وتمييز في هذا الجانب. إذن من هنا أستاذ ربحي حلوم رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج، بالحديث أيضا عن الحراك الشعبي الغربي وحتى الرسمي في بعض الأحيان، مثلا الآن مع مواجهة رئيس حزب العمال البريطاني مأزقا بسبب موقفه من غزة أيضا، هذا نموذجا، إلى أي مدى برأيكم يمكن أن تكون هذه بداية التراجع أيضا في تغيير المواقف نتيجة الضغط الشعبي الغربي
ربما تكون بداية لمواقف أخرى أوروبية وحتى أمريكية مثلا. صوتك لم يقل. تسمعوني جيدا أستاذ ربحي؟ طيب سأعود إليك أيضا أستاذ ربحي بعد قليل. من هنا أستاذ رياض الصبح، هناك ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية لجأت أيضا إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب وحرب ضد الإنسانية مصنفة كذا ارتكبها طبعا جيش الاحتلال في أثناء عدوان المستمر على غزة. إلى أي مدى برأيكم يبدو العالم الآن أمام اختبار حقيقي، وما فرص النجاح لذلك؟ المهم يعني بهذه العملية هي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، انتهاكات الجرائم حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها الكيان. هذا من جانب أول. الجانب الآخر أنه لدينا مشكلة في التجربة العربية، أنه أثناء الحدث نعم نستخدم هذه الوسائل، ولكن بعد أن تهدأ يعني أو تضع الحرب أوزارها نخشى من تسويات سياسية لعدم متابعة مثل هذه الجرائم في المحاكم الدولية. ولنا في تجربة سابقة في تقرير جولدستون الذي كتب تقرير مهم بناء حتى على ما وثقه هو، هو مكلف كان من الأمين العام للأمم المتحدة، ووثق جرائم خطيرة سابقة استنادا إلى هيومان رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال، وبعد رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان ووصف ما قامت به إسرائيل من اعتداءات بأنها ترتقي إلى جرائم حرب. للأسف قامت السلطة الفلسطينية بتقديم طلب إلى مجلس حقوق الإنسان لسحب التقرير. الآن ما أريد أن أقوله، توثيق الانتهاكات أصبح تقريبا يعني شبه جاهز، يعني عمليا إلى حد ما العالم مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يعني أصبحت واضحة حجم الانتهاكات، وحتى صدرت العديد من الشهادات خاصة بالأونروا وبعض وكالات الأمم المتحدة الموجودة في غزة والتي قالت عن هذه الانتهاكات بشكل كبير. يعني المهم في هذه المرحلة باختصار هو التوثيق ثم التوثيق الانتظار. في هذه المرحلة نعم، وحتى بعد أن تضع الحرب أوزارها سيكونك في استكمال للتوثيق. المهم أنه نعم نضغط ولا نتوقف ولا نقول خلص تسويات سياسية وعفى الله عما سبق. سأعود إليك. حتى لو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نعم تراخى أو تخاذل أو تواطأ بعدم التحرك بهذا الإطار بناء على هذه التوثيقات، علينا أن ندفع بها إلى مجلس حقوق الإنسان، لأنه غالبا سيعتمدها وسيدين تابع للأمم المتحدة الإجرام، مما سيشكل إحراجا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كي يذهب بها. طيب أستاذ ربحي تسمعوني جيدا الآن؟ أستاذ ربحي؟ نعم. كنت قد سألتك ماذا عن التحرك الشعبي الغربي وحتى الرسمي، وهناك نموذج الآن رئيس حزب العمال البريطاني يواجه مأزقا بسبب موقفه من غزة. إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه بداية التراجع عن المواقف وممكن أن تدعم الموقف الفلسطيني، أعني بالنسبة للغرب، ويمكن أن يتغير مثلا الموقف الغربي أو الأمريكي؟ أخي الذي يصنع التاريخ هو الشعوب هي صانعة التاريخ. نعم. كل شعوب الأرض التي خاضت معارك تحرير ومواجهة الاستعمار كلها خلصت إلى استقلالها ونالت استقلالها وصنعت استقلالها. أما أن نتكل على تغير في الموقف الغربي أو الأمريكي فهذا حلم لا يجوز الركون إليه. الذي يصنع التاريخ كما قلت لك هو صمودنا، نحن صمود أمتنا، وبكل أسف يعني أنظمتنا بلا استثناء، وأنا أقولها بصريح العبارة، لم ترتقي إلى مستوى الحدث في التعامل مع ما يجري من ريادة شعبية في غزة مقابل هذا الصمود الأسطوري لشعبنا. وبالتالي هذا الموقف العربي الصامت وعلاقاتها التي تقيمها مع الدول
لن تؤثر في شيء. الذي سيؤثر في القرار هو تغير في هذا الموقف العربي وارتخاء من المسؤولية. وأقولها بصريح العبارة، على أنظمتنا جميعا أن يعودوا إلى ضمائرهم ويرتقوا الآن وليس غدا إلى موقف هو قادر على دعم وإثبات هذه المقاومة التي يقيني وأنا على ثقة بأمتي وبأبطالنا في الداخل أنهم سوف يردون هذا العدو الغاصب إلى يعني إلى رشدة، وهو بغير رشد بالتأكيد، وسيكونون قادرين على صنع التاريخ وسيسجل لهم التاريخ أنهم ببنائهم وبدعم أمتهم وليس بدعم دولهم للأسف الشديد، لأن الدول كما قلت لم ترقى إلى مستوى المسؤولية في مواقفها الآلية رغم مضي 34 يوما كلهم يتفرجون دون أن نستمع إلى موقف واحد من أي من هذه الدول يرقى إلى هذه إلى مستوى هذا الحدث الخطير الذي يهدد الأمة وجوديا وليس يهددها بعدد الشهداء الذين ارتقوا إلى العلياء. شهداؤنا في غزة أستاذ ربحي على مدى هذه الفترة الطويلة هم صانعوا التاريخ. أعتذر منك لضيق الوقت. وقت من عمان أستاذ ربحي حلوم رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، شكرا جزيلا لكم. كذلك أشكر عبر سكايب الخبير والباحث الاقتصادي دكتور صباح علو، شكرا جزيلا لكم دكتور صباح، حياك الله. ومن عمان أيضا عبر زوم المستشار في مجال حقوق الإنسان دكتور رياض صبح، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. كذلك نشكر مشاركة الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الدكتور خليل العسكري، كان معنا من القدس. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.